نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة في المحافظات شهدت مجموعة من الأحداث والأخبار أبرزها بدء موسم توريد محصول البنجر في محافظة المنيا. أما في محافظة بورسعيد فقد شهدت التشغيل التجريبي لممشى ديليسيبس. كمان معانا افتتاح 11 مسجد جديد في محافظة البحيرة بتكلفة 27 مليون و550 ألف جنيه والكشف على 1494 حالة في قافلة طبية ضمن حياة كريمة ببني سويف. أخبار تانية من محافظات أخرى هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث أبرزها أن مصانع سكر أبو قرقاس الجديدة بالمنيا أعلنت أن اليوم السبت هو بدء موسم استلام محصول البنجر، وهيتم أول تخصيص لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية، وده لكافة وسائل النقل سواء لواري أو جرارات زراعية. محافظة بورسعيد شهدت بدء التشغيل التجريبي لممشى ديليسيبس السياحي بعد تطويره ورفع كفاءته استعداداً لافتتاحه رسمياً، حيث إن المنطقة بعد ما شهدته من تطوير على أعلى مستوى أصبحت من أهم المشروعات السياحية اللي بتمثل نقطة جذب وواجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها من جهة مدخل قناة السويس. مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة أعلنت أنه تم افتتاح 11 مسجد جديد اليوم الجمعة بمراكز دمنهور، كفر الدوار، الدلنجات، أبو حمص، وإيتاي البارود بتكلفة إجمالية 27 مليون و550 ألف جنيه، وده في إطار حرص الدولة على عمارة وبناء المساجد ونشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. مديرية الصحة في محافظة بني سويف نظمت قافلة طبية بقرية كفر أبو شهبة بمركز إهناسيا غرب المحافظة على مدار يومين ضمن مبادرة حياة كريمة، وجرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1494 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل بداية من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع 135 رحلة طيران دولية أوروبية أسبوعية، وهيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية من قبل سلطات المطار على الوافدين فور وصولهم أرض المطار. وشهدت سماء مدينة الأقصر انطلاق 40 رحلات بالون طائر على متنها 1000 سائح من مختلف الجنسيات وسط استعدادات أمنية مشددة، وتمت الرحلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع. مديرية الشؤون الصحية بأسوان نظمت قافلة طبية للكشف المجاني في قرية البصالي التابعة لمركز كومامبو وقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة، واستمرت أعمال القوافل لمدة يومين في كل قرية وضمت العديد من التخصصات، وساهمت مجهودات القوافل في الكشف الطبي على 2484 مواطن. نجحت أول تجربة لشرح خطبة الجمعة في أحد مساجد العريش لفريق من الصم والبكم عبر لغة الإشارة، وهي ضمن الخطة اللي بتقدمها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع جمعية الصم والبكم من أجل مساعدة تلك الفئة ودمجهم في المجتمع.